السلام عليكم صف سادس. اليوم موضوعنا هو الفصل الثاني، المتغيرات والعبارات الجبرية. فكرة الدرس عبارات جبرية، والمفردات هي المتغير والعبارة الجبرية. أولا خلينا نعرف ما معنى المتغير. خلينا نشوف تعريف المتغير. رمز يمثل عددا. حرف، شنو معناها رمز يمثل عددا؟ هو حرف سمي بالمتغير. الحرف أي حرف من حروف اللغة العربية، مثلا ممكن أن يكون سين، صاد، عين، لام، نون، أي حرف كان إلى آخره من الحروف. المتغير هو مجهول، يعني يجينا إحنا نريد نعرف شنو هذا المجهول. طبعا إحنا راح نقدر نعرف المتغير ونفتهمه من خلال الأمثلة اللي راح نحلها، يعني بتجينا الأمثلة ونحلها لكم. عندنا العبارة الجبرية. ما معنى العبارة الجبرية؟ العبارة الجبرية هي تجمع من المتغيرات، تجمع متغيرات وأعداد. المتغير بالنسبة هي الحروف سين وصاد وهكذا، زين، والأعداد، الأعداد الأرقام اللي احنا متعلمين عليها، تربطها عملية حسابية واحدة على الأقل. يعني شنو راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا المتغير مع العدد وبينهما عملية حسابية. كأن نقول مثلا سين زائدا 2، سين زائدا 2، أو سين جمع 2. السين هو المتغير، الجمع هي العملية الحسابية، الاثنين هو العدد. إذا هذه الطريقة السين جمع 2 كوننا عبارة جبرية. زين، خلينا نشوف ما معنى المعادلة الجبرية. المعادلة الجبرية تحتوي على طرفين بينهما علامة اليساوي. يعني هذه سين العبارة سين زائد 2 نقول يساوي مثلا 5، صارت هذه معادلة جبرية متكونة من متغير وعملية حسابية وعدد وأيضا يساوي، وهنا عندنا عدد. يعني راح يكون طرفين معادلة بينهما إشارة اليساوي. إذا هسه إحنا عرفنا ما معنى المتغير، وعرفنا العبارة الجبرية كتعريف والمعادلة الجبرية، نجي ناخذ ملاحظات على تكوين العبارة الجبرية. يعني راح تجينا مسألة يقول لي كون عبارة جبرية، شلون راح نكون هذه العبارة الجبرية؟ طبعا راح نتدرب عليها من خلال الأمثلة. راح ناخذ ملاحظات على العبارة الجبرية. ملاحظات: عند كتابة عبارة جبرية هناك كلمات تدل على إحدى العمليات. اكو كلمات تدلنا على العملية الحسابية، هل هي جمع، هل هي طرح، هل هي ضرب أم قسمة. إذا نتذكر من الفصل الأول أخذنا الأعداد السالبة والأعداد الموجبة، وقلنا هناك أنه أكو كلمات تدلنا على السالب والموجب. من قلنا السالب مثلا تحت أو هبوط، ومن قلنا الموجب ارتفاع أو ربح، هذا نقول عليه موجب. هنا أيضا راح يكون عندنا كلمات تدلنا على هذا الشيء. أولا أكثر أو أكبر من، أكثر أو أكبر من ماذا تعني؟ تعني جمع. نأخذ مثال: أكثر من لام بعشرة، لام هو متغير، أكثر من لام بعشرة معناها نكون عبارة لام جمع عشرة. لام جمع عشرة هي عبارة جبرية كوناها من المعلومة اللي تقول لنا أكثر أو أكبر. ثانيا أقل أو أصغر، أقل أو أصغر من ماذا تعني؟ تعني طرح، عملية طرح. نأخذ عليها مثال: أقل من كاف بعشرين، الكاف هو المتغير، أقل من كاف بعشرين إذن هو كاف طرح 20. طبعا هذه الأمثلة موجودة في الكتاب في الفصل الثاني للمتغيرات والعبارات الجبرية. نلاحظ هنا ثالثا ثلاثة أمثال تعني الضرب.
دائما من نقول ثلاثة أمثال مثلا عمر أحمد، مثلا نقول أحمد يزيد عن مصطفى بثلاثة أمثال. ما معنى ثلاثة أمثال؟ خلينا نشوف. ثلاثة أمثال تعني الضرب. مثال: ثلاثة أمثال تجمع معاش. راح نشوف نسوي العبارة. الثلاثة راح تنزل ثلاثة، أمثال معناها ضرب، إذا هذا هو الضرب. وهذه العبارة اللي هي تاء جمع 12 راح ننزلها هي وأقواسها حتى نكون عبارة جبرية، فأصبحت عندنا ثلاثة ضرب تاء جمع 2. الملاحظة الرابعة: مقسوم. ماذا تعني بالمقسوم؟ المقسوم من اسمها قسمة. خلينا نشوف مثال عليها. صاد جمع 2 مقسوم على 14، معناها صاد جمع 2 تقسيم 4. هذه هي الملاحظات اللي تفيدنا بتكوين العبارات الجبرية من المسائل الموجودة عندنا. الآن نذهب إلى الأمثلة وفقرة أتعلم حتى نشرحها لهذا الفصل. عندنا الآن فقرة أتعلم من الكتاب، نقدر نفتح الكتاب على صفحة 37. تحتوي سلة على عدد من حبات الفراولة وإلى جانبها ثلاث حبات فراولة. المطلوب من عندي كيف أعبر عن العدد الكلي لحبات الفراولة؟ يعني يريد من عندنا بالسؤال أو في فقرة أتعلم في هذا المثال أنه نكون عبارة جبرية. إحنا هذا عندنا السلة يوجد بداخلها حبات الفراولة، ما نعرف إيش قد العدد مال حبات الفراولة في السلة نفسها. إذا نقدر نمثل عدد حبات الفراولة بسين، ممكن تفرضها سين، ممكن تفرضها صاد، أي حرف اللي أنت يعجبك ممكن نخليه يمثل لي العدد الكلي للفراولة اللي في داخل هذه السلة. لكن عندي معلومة تقول من السؤال أنه بجانب السلة ثلاث حبات من الفراولة. إذا صار عندي هسه الآن معلومة أنه العدد الكلي للفراولة هو سين، فرضنا سين، أضيف له ثلاث حبات الفراولة، شو راح يصير؟ العدد حبات الفراولة راح يكون سين جمع 3، يعني سين زائد 3. هذا هو العدد الكلي سين من الفراولة، ونضيف الثلاث حبات إلى هذا العدد الكلي، فراح تصبح عندي العبارة الجبرية سين جمع 3. إذا الحل هو أمثل عدد حبات الفراولة سين، وقلنا أي حرف ممكن نخليه، وأنه العدد حبات الفراولة كلها مع الثلاث حبات راح يكون سين جمع 3. ننتقل إلى مثال 8 صفحة 38. اشترت سهير ثلاث صناديق برتقال فيها العدد نفسه من البرتقال. اكتب عبارة جبرية تمثل عدد البرتقال في الصناديق. عندنا هنا هي الصناديق، ثلاث صناديق اشترت سهير. ما نعرف العدد الكلي للبرتقال ايش قد، إذن هو مجهول، إذن هو متغير. إذا راح أفرض العدد الكلي للبرتقال بسين. نمثل العدد البرتقال في ثلاث صناديق هو سين. زين هو شنو اللي يريد؟ يعني العفو، احنا بنمثل العدد البرتقال في داخل كل صندوق ما نعرفه، اذا راح نفرض سين. زين هو اذا اخذ ثلاث صناديق شنو؟ زين نعيد، عندنا ثلاث صناديق اشترت سهير فيها عدد معين من البرتقال ما نعرف، يعني كل صندوق ما نعرف العدد اللي بداخل الصندوق الجديد، لكن شنو اللي نعرف؟ نعرف انه عندنا ثلاث صناديق. اذا شو حنسوي؟ امثل العدد البرتقال في كل صندوق نون. احنا هنا ممكن نقول عدد البرتقال اللي اشترته سهير في الصناديق نقول عليه نون. زين إذا العدد الكلي في ثلاث
ثلاث صناديق جلد هو ثلاثة بارل نون. الحل: أمثل عدد البرتقال في الصناديق بنون، وبعدين العدد الكلي للبرتقال هو ثلاثة ضرب نون. هي هذه العبارة الجبرية. بعض الطلاب يسأل يقول ست أقول أمثل عدد البرتقال بنون، لو رأسا أكتب العبارة الجبرية؟ لا طبعا، إحنا نكتب أول شيء المتغير وبعدين نكتب العبارة الجبرية حتى نعرف إحنا العبارة الجبرية منين جبناها. جبناها من تجمع المتغير مع العملية الحسابية. الآن وصلنا مثال رقم 9 صفحة 38. اشترى ثائر عددا من علب أقلام التنوين من المكتبة بمبلغ 750 دينار. اكتب عبارة جبرية تمثل ثمن علبة التنوين الواحدة. يريد من عندي عبارة جبرية تمثل ثمن العلبة الواحدة. يريد من عندي ثمن شيء واحد حتى أقربها أنه أعرف ما هي العملية اللي هي طرح، اللي هي جمع، أم ضرب، أم قسمة. نرجع على سؤالنا المثال أنه اشترى ثائر عددا من العلب. ما نعرف العدد العلب جديد، إذا راح نفرضها وليكن عين. أمثل عدد العلب بعين. هذه عدد العلب الأقلام اللي اشتراها ما نعرف عدد من العلب. زين، لكن شنو اللي عندي معلوم؟ المعلوم انه اشتراها بمبلغ 750 دينار. عدد العلب هي عين، اذا راح نقسم ال 750 قسمة عين. وبهذا كانت العبارة الجبرية انه ثمن العلبة الواحدة 750 تقسيم او قسمة عين. شوفوا اذا تلاحظون مرة فرضنا عين، ممكن نفرض سين، ممكن نفرض صاد، أي حرف يعجبنا ممكن أنه نفرضها لأنه هو يعتبر متغير. إذا الخطوة الأولى أنه نمثل المتغير بالنسبة للسؤال اللي عندي، وبعدين نكتب العبارة الجبرية اللي حتكون هي تجمع ما بين المتغير وما بين الأعداد بعملية حسابية واحدة أقل شيء. هنا العدد العلب عين وثمن العلبة الواحدة 750 قسمة عين.